هذه المناسبة ديال الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة اللي يعني كتجسد في واحد الفنتين بملحمة تاريخية والتلاحم ما بين العرش العلوي والشعب الوفي، والتلاحم يعني اللي الحمد لله يعني كان وراءه قائد عظيم مجاهد جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني، وهذا التلاحم ديال 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 الشعب يعني وفي لملكه والبلد، وكذلك كي يدافع على التراب الوطني وعلى القضية الوطنية، وكذلك الدفاع على المقدسات الدينية.